كيفاش انه نتغلبوا على هذه الافكار السلبيه، كيفاش اننا نجيبوا افكار ايجابيه. اذا تكلمنا في حلقه البارحه هو انه كندخلوا الى حيز التنفيذ، حيز الواقع. كثير من الافكار ديالنا كنغيروها من خلال ممارسه الواقع. فالشيء اللي تيبان لك بانه مستحيل حاول انه تدخل له ببعض التجارب. الشيء اللي تيبان لك بانه بعيد المنال حاول ما امكن انه تاخذ منه جزء من تحقيقه في الواقع. هذا هو موضوعنا اليوم، هو تدرج في تحقيق الواقع او في استبدال الافكار السلبيه بافكار ايجابيه. فقلنا مثلا بعض الناس يكون عندهم افكار سلبيه على نفوسهم، على ذواتهم، على المحيط ديالهم، فممكن انه نغيروا المحيط ديالنا، نغيروا الناس اللي هما كنتواصلوا معاهم، نغيروا، لكن من خلال تغيير انفسنا اولا، من خلال تغيير افكارنا اولا وتغيير ممارستنا. فالتدرج هو شيء اساسي ومهم جدا في اننا يكون عندنا افكار ايجابيه على نفسنا، على المحيط ديالنا، على المجتمع، على كل ما يحيط بنا. فندخلوا الى حيز التنفيذ، وبعد ما ندخلوا حيز التنفيذ نمشيو بالتدرج. بمعنى ان الانسان اللي عنده مثلا هدف معين هو تيحس بنفسه بانه فاقد للثقه في نفسه، باغي انه تكون عنده ثقته في نفسه. اذا كيفاش يوصل الثقه في النفس؟ كيفاش يوصل الثقه في النفس؟ ما يمكنش بهكذا مجرد فكره غادي ينعس وغادي يفيق وغادي يقول انه انا عندي ثقتي في نفسي. الا ما حسش بنفسه انه عنده امور ملموسه كيمارسها، امور اللي هي محسوسه او لا امور اللي هي واقعيه، غيبقى دائما عنده هذا الاحساس ولو يبغي يقول لنفسه انا عندي ثقه في نفسي. هو الامر الاول شيء رائع وجيد انه نبدلوا الفكره السلبيه بفكره ايجابيه. لما تيقول لنا راسنا بانه حنا ما عندناش ثقتنا في نفسنا، نقولوا لا، حنا عندنا ثقتنا في نفوسنا. نجيبوا هذه الفكره هذه الايجابيه محل، هذا شيء رائع، هذه بدايه وخطوه يعني نوعيه، ولكن من الاحسن دعموها بممارسات. يكون الفكره تكون الفكره حاضره، ويكون التكرار ديال الفكره جيد ورائع وحاضر ومستمر، وفي نفس الوقت تدخل حيز التنفيذ. إذا قلنا حيز التنفيذ هو أنه مثلا قلنا بأنه بغيتي تقرا واحد الكتاب فيه 100 صفحة أو اللي فيه 50 صفحة، فكتبدا بصفحة في اليوم، صفحة في اليوم. إذا هنا كتقبل التدرج، كتقبل هذا المبدأ. إذا قلنا الخطوة الأولى تبدا في حيز التنفيذ، الخطوة الثانية أنك يكون عندك مبدأ التدرج. فبزاف الناس يبغيو يوصلوا دغيا، بزاف الناس يبغيو دغيا يوصلوا النتيجه، دغيا يوليو اغنياء، دغيا يوليو عندهم علم كبير، دغيا انهم يكونوا مثلا حادقين في شي مجال، انهم ناجحين في شي مجال، دغيا يكونوا مثلا يوصلوا لواحد الوزن مثالي، تكون عندهم سمنه مفرطه او لا سمنه زائده او لا كيلويات زائدين، تيبغيو يوصلوا لواحد النتيجه. ما تيقبلوش تدرج في الحياه، ما تيقبلوش انه يكون كل نهار تتفقد بضع كالوريهات اللي غادي تساعدك مثلا على انه غيوصل واحد الوقت في الشهر وغتلقى نفسك انه فقدتي واحد 500 غرام او لا فقدتي واحد الكيلو او لا. اللي مهم هو التحقيق، الانجاز ولو يكون بطيء، هذا امر اللي خصنا نسطروا عليه بالاحمر. مهم جدا انه نحصلوا على الانجاز ولو يكون بطيء جدا. فتيقول النبي عليه الصلاه والسلام: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا هنا كتدخل الحيز ديال التجربة، حيز التنفيذ ثم التدرج. مثلا تبغيتي أنه توصل لواحد الدرجة من الإيمان قوية، نبدأ من هذا المجال وهذا الجانب هذا اللي هو فطري عند الإنسان وقريب إلى مشاعره وأحاسيسه. فتيبغيتي يقول لك أنا ما كرهتش نصلي في الوقت، عندي مشكل ما كنصليش في الوقت، أنا بغيت مثلا أنه نزيد ركعات نوافل، أنا بغيت نبقى نذكر الله، أنا بغيت نلتزم بأنه ما نكونش شي إنسان اللي كيغتاب الناس أو اللي كيتنرفز وكيتعصب وكيأذي الناس، أنا كذا، أنا بغيت نحيد مني الكذب، أنا بغيت. لكن ما كيكرهش أنه ينعس ويفيق يلقى نفسه بأنه كأنه شخص آخر. شخص آخر اللي ما فيه شي هاد الصفات السلبية. هذا أولا إلا كان داخل في النمط وداخل في البرمجة ديال التغيير راه شيء جيد. قلنا تخيل نفسك إنسان جديد، هذا شيء رائع، لأن هذه نقطة التغيير، لأنه نقطة التغيير تبدأ بتصور جديد، تاخذ على نفسك تصور جديد. أنا فقدت الثقة في نفسي، أنا ما تنقدرش نخدم، أنا ما تنقدرش نقرأ، أنا ما كذا، إذا أنا قادر نقرأ، أنا قادر نخدم، أنا سنخدم. وتصور نفسك في الخيال ديالك، أول شيء هو التصور في الخيال على انه راه انت وليتي واحد الانسان اخر،
لانه بزاف الناس مثلا كيبغيو يتخلوا على التدخين، كيبغيو كذلك انهم يتخلوا على المخدرات، تيبغيو ما كيشوفوش نفوسهم بوضع جديد، تيبغيو يمارسوا رياضه ما تيشوفوش نفوسهم بوضع جديد. مهم جدا تشوف نفسك بوضع جديد، ولكن هذاك الوضع الجديد ماشي غير تخيله ومن بعد تحبط ترجع للوضع القديم وتقارن تصاب بالاحباط. لا، غتقول هذا الوضع الجديد جيد، هي الصوره عندي موجوده، ولكن هذه الصوره غنبلغ ليها انه مثلا مارس الرياضه مره في الاسبوع، ما قدرش نمارسها ثلاثه المرات، جوج المرات نمارسها مره واحده يكفي، كافيه جدا انها الا مارستيها مره في الاسبوع وخدمتي عليها واحد المده ديال 4 اسابيع او 8 اسابيع، يعني شهرين، شهر، 3 اشهر، واضب عليها، غتحس بالاثر، غتستطعمها، غادي يعجبك الحال. وانا ذاك كيف ما قلنا ان الوعي واللاوعي كيتعاملوا مع هذه الامور، بمعنى المتعه التي تحصلها من خلال الانجازات ديالك. فلما تحصل المتعه قلنا انه كتقرص واحد المكان في الجسم ديالك، لوقت ما نزلتي يديك الاخرى عليه كتستشعر هذاك الاحاسيس اللي استشعرتيها قبل واللي تخيلتيها، وكتعاونك على انه تبغي تدخل المجال هذا، المجال ديال التطبيق ومجال الممارسه. ونسال الله تعالى انه يوفقكم للخير، وانه تبداو بشكل متدرج وتقوموا باعمال بسيطه جدا اليوم وغدا وبعده حتى تستانسوا بها، ثم كتزيدوا من لادوز، كتزيدوا من المقدار اللي انتم ممكن انه تضيفوه وتتوصلوا لهذاك المبتغى. سمحي لي، واخا الافكار ديالي ما مرتبتش، ولكن شكرا جزيلا على هذا البرنامج اللي كيعطينا بزاف ديال الطاقه، كيعطينا بزاف ديال المسائل اللي هي ايجابيه اللي كان الله يبارك. أننا الحمد لله نكونوا فيها العلاقات ديالنا في المجتمع. بارك الله فيك. الله يخليك أستاذة، بغيت نستشف معك في مسألة عندي، ألا وهي ما عرفتش رجلي بزاف تقطع معايا الهضرة لمدة طويلة بزاف، يعني باغ اكزومبل تقدر توصل ل 40 يوم، 45 يوم، شهرين، ما عنديش مشكل. أنا في بداية الأمر أنا مزوجة دابا لمدة ديال 4 سنوات، عندي وليد عنده 3 سنين. في بداية الأمر كنت تنقول لها خصني أنا أنستوري واحد لي برانسيب اللي واخا نكونوا مخاصمين نقولوا مثلا صباح الخير، نقولوا مثلا صباح على خير، نقولوا الله يسهل مع الصباح إلا كنا خارجين العمل. يعني أنا بحال إلا تنشوف راسي ما قديتش ندخل له هاد لي برانسيب، هو يتخاصم معايا يقطع الهضره بمره، انا تنتنازل ونقول لا وهاد لا ينعس الشيطان، ولكن مؤخرا ما بقاتش عندي القدره انني نبقى بحال الا عييت، ما بقاتش عندي انني نقول لا، حتى هو انا تنبغي نحس انني الا تخاصمنا ولا لا غضبت هو ياخذ المبادره ويقول مالك الفلانه، شنو عندك، شنو اللي هذا هو الاصل. بس يكونوا بجوجنا اون بارتاج هذاك كما تنقولوا ذاك العيب اللي يعني اي مشكل يعالج بالسؤال وبالحوار، وكنشوف الحوار ما كاينش حتى من بعد المشكل، تنحاول نفتح معاه حوار شنو هما الاسباب، شنو هما لي كونسيكونس. هادشي اللي بغيت نسقسيك للا، على شنو هي الاسباب اللي كتخليه لهاد الدرجه هادي مثلا تقضى؟ لا انا فاش تنجلس مع نفسي ونحل المشكل ما تلقاش، يعني الا عاودتي شي واحد المشكل يقول لك ما خصكمش تخاصموا على هذا باغ اكزومبل. غير مؤخرا الا خاصم الا ضرب ولده ولا شي حاجه هو باقي صغير، تنقول له اصلا هذا الولد مازال صغير، هو راه ملك باغ اكزومبل. الرسول عليه الصلاه والسلام اللي الصلاه اللي هي عماد الدين تيقول لنا حتى 10 سنين عاد ضربوهم عليها، علمهم من 7 ولكن حتى 10 عاد ضربوهم عليها. ممكن يتخاصم معايا على هذه دابا اوني في دوزيام موا مخاصمين على هذه. الوليد شحال عنده دابا؟ عنده 3 سنين. 3 سنين، وعلاش يضربوا مثلا؟ شنو ديك الضريبات الخفاف يعني كيخاصم؟ لا 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 لا، الوليد اجيتي وبغى لي معاه، وبغى لي هو اللي توجور اوكيبي بالتليفون ديالو، هو اللي توجور اوكيبي بصحابو. انا جو بو با فيغ الدور ديال الام والاب على فوا، اون فوا تيدخل للدار يعني الوليد تيكون مشتاق ليه، خصو يطلع ليه فوق راسو، خصو يلعب معاه، هو ما تيتحملش داك الشيء. دونك هذا غير سبب من الاسباب، يعني ممكن انا غير ما نجاوبش على شي مره، ما نجاوبش على التليفون ولا ممكن يتخاصم معايا حتى هي ما يبقاش يهضر.
انا اللي خصني ناخذ البادره شنو كان شنو اللي ما كان شنو هذا ونصلح الامر ونقول شي ما كان، ولكن انا اللي تنحسب راسي هو كيتعصب لالا كيتعصب ام محمد ام لا عنده ولا واش عنده مثلا واحد الحاله ديال انعزال او حاله اكتئاب او كآبة، شنو اللي عنده بالضبط؟ معنا مازال واخا لالا. على كل حال ام محمد انا نقول لك اختي، اول حاجه اول خطوه اللي ممكن انه نعملوا عليها في هذا الباب هذا في النموذج ديال العلاقه الزوجيه اللي تيكون طرف اللي تلقى راحته في انه تيرجع للوراء وتيبقى مده منعزل على الاخر للاسف. اذا هنا الخطوه الاولى قلت هو انه الطرف الاخر الذي يتأدى من هذا الامر خصنا نخرجوه من دائره الاذى، نخرجوه من دائره الاذى الى دائره القبول والتعامل مع هذا الامر. كيفاش القبول؟ كيفاش التعامل مع هذا الامر؟ اذا القبول والتعامل مع هذا الامر بمعنى انه ما خصكش تعتبر بانه انت خصك تبقى متادي. غتقول لنفسك انا ماشي من حقي ان نادي نفسي من اجل انه شخص ما قبل شيء الحوار معايا، ما قبل شيء انه يتكلم، ما قبل شيء انه يكون واحد النوع من 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 التصالح، واحد النوع من ادبيات ديال التعامل. رغم يكون مشكل من المشاكل نعتبر انه كاين مشاكل كبرى، نقولوا حنا المغاربه المحبه ثابته وصواب يكون، وكاين اللي تيقول العداوه ثابته وصواب يكون، كلاهما صحيح. حتى في حاله العدوانيه او لكن عداء بين شخصين كتبقى ادبيات، كتبقى ادبيات خاصها تكون حاضره. كيف ما قلتي لا ادبيات ديال القاء السلام، ادبيات ديال انه ما كتضرش شي بيه، ممكن ما كتنسجمش معاه، ما كتوافقش معاه، ما عندكش بينك وبين واحد الحوارات ديال التجاذب، ما كتستصيغش انك تجلس معاه ولا تعطيه وقيت او لا تكون انت وياه ربما في مكان واحد. ولكن الا كنتي مفروض عليك انه تكون انت وياه في مكان واحد مثلا، فهاد الامر هذا كيستدعي منك انه على الاقل ما تاديه شيء، تشوف فيه تكلم معاه عادي الا استدعى الامر انه كتعاملوا في شي امور، كتسلم عادي لان شيئا غير موجود، فبحال ما كاين حتى شي حاجه. فهاد النقطه هذه مهمه، وغادي ترجعي وغنرجعوا لتصويب هذا الامر. هذا الامر لله غادي تفكري فيه بواحد الطريقه اخرى، هو انه هذا الشخص هذا التربيه اللي تلقاها كيفاش تنشا، كيفاش تكونت شخصيته لما كان هو طفل، كيفاش تشكلات شخصيته لما هو كبر، شنو هي المصادر ديال العلم ديالو، شنو هي المصادر. الا كانت هنا مرجعيه، علاش نقول لكم في العلاقه الزوجيه قبل ما تقدموا على علاقه زوجيه شوفوا شنو هي الامور المشتركه بيناتكم، شوفوا شنو هي المرجعيه اللي ممكن توحدكم. راه المرجعيه كتوحد. انت مثلا الى هذا الشخص هذا عنده مرجعيه نقولوا غربيه، نقولوا فكر غربي، نقولوا ممكن انه غتجي وغتستصغي لواحد التجارب او نماذج من شخصيات الغربيين او من اقوال العلماء الغربيين اللي سيعطي واحد الاطار ديال التعامل، اطار التعامل حتى مع العدو. ما كنشوفوش حنايا في السياسه الدوليه كاينين دول اللي هي اعداء ولما كيلتقيو وابتسامه وكان شيء لم يكن والسلام وكذا وكذا وكذا، ولكن راه كل واحد كيف تنقولوا اللي فراسو فراسو، والعمل اللي تيقوم به تجاه الاخر ربما في الاداء ديالو واحد الموقف سياسي او لا موقف ربما حتى اقتصادي او لا او لا راه حاضر او الاجتماعي. فاذا كاين واحد الاتيكيت اللي خصنا ما نخرجوش عليه، اللي ما خصنا ما نخرجوش عليه. الا كان رجلك او لا كان هذا الشخص هذا اللي كتعامل معاه مرجعيته عنده واحد المرجعيه كتاثر فيه ايمانيه، ندخلوا له من هذا الباب وموحداكم نتوما المرجعيه الايمانيه، غادي تذكروا بالله تعالى وتذكروا بان النبي عليه الصلاه والسلام نهانا على انه يتقاطعوا جوج الناس فوق ثلاث، والعلماء هذه الامور هذه تكلموا فيها حتى في الهجر، عباد الله يا رجال حتى في الهجر لما تيجي واحد يقول لك انا هجرها حتى ترجع، هي ناشز نهجرها حتى تعرف غلطها. هذا موضوع كبير وصعيب. اولا باش تحدد انه هاد الزوجه هادي ناشز، شكون اللي عطانا بانه انت عندك القدره انك تحدد انها ناشز؟ عرفتي شنو هو النشوز؟ راه اولا تيكون النشوز من طرف الرجل من طرف المراه، حتى الرجل لا ما قامش بحق بالواجبات ديالو وما خداتش هذيك الزوجه الحقوق ديالها الماديه والمعنويه راه حتى هو يسمى ناشز.
وحتى هو راه تيأديها بتكبره بالعجرفة ديالو بالابتعاد ديالو، حتى هو يسمى الرجل ناشز. إذا المرأة ناشز لما كتخرج على الطوع، بمعنى ما المقصود تخرج على الطوع؟ صافي ما بقاتش حاملة أنها تكون زوج لهذاك الشخص، أنها ما بقات شيء، بغات أنها تلبي له رغبة من رغباته وما بغات شيئا. اش يقول العلماء؟ اش يقول الله تعالى؟ وعظوهن، يعني حاور سيدي شوف شنو المشكل، علاش الزوجه كدير هكذا؟ ربما اديتيها انت ودرت هذا الرد الفعل، واكيد تيكون هذا الامر. نقدر نقولوا شخصيات تكون على كل حال مختلفه، ولكن عموما كاينه اسباب. حاور وشنو هو؟ ماشي غير تحاور بحال كتحاور راجل مع راجل، او لا كتحاور، لا، تراعي بانها امراه، بمعنى لما كتكلم معها كتراعي امور متعدده، نفسيه، عاطفيه، جنسيه، كتخاطبها. فاعظوهن، الوعظ هو ما يرقق القلب. دير معها ممارسه جنسيه، قبلها، عنقها، اهتم بها، حاورها بما يرقق القلب، عاده باش ندوزو لمرحله اخرى اللي تتكلم على الله تعالى، وهي الهجر. الا كانت هي زوجه محبه لزوجها، وزوجه اللي غير مقلقه منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تيقول والله اني اعلم ان كنت عني غضبه وان كنت عني راضيه. من حق المراه حتى يتقلق من رجلها، ولا ماشي من حقها. للاسف بعض الرجال ما تتقبلوش هذا الامر، هو عنده الحق انه يتقلق، هي ماشي، كانها ليست امراه وليست انسان، ما عندها شيء القلب، ما تقلق شيء. لا، خصها هي ديما اما تكون ضحكه ومبشوره، ديما هي ما تبينلوش بانها راه مزعفه منه، ما تستنكرش، ما تقولش لا هذه ما بغيتها شيء وهذه بغيتها، لا. يعني امور للاسف ما عندهاش علاقه بالشرع وبالدين، عندها علاقه بالعرف أو لا ببعض الموروثات الثقافية اللي كانت يعني فيها نجاح الأياش الذكورة أو لا المجتمع الذكوري اللي كيبغيو يسيطروا عليه بعض الناس وكيبغيو يخلقوه. فهنا قلت بأنه كتحولي هذه المرجعية هذه كتكلمي معاه فيها، كتقول له بأنه راه العلماء تيقولوا حتى إلا كان الهجر ما يهجرهاش في الكلام، يبقى يتكلم معها، يهجرها في الفراش. نعم، بعد ما دار الوعد، بعد ما قلنا ان هذا الوعد فيه الجماع وفيه العناق وفيه المحبه وفيه الموده وفيه النقاش واسباب، ولا والريسك في هذه، واخا لا ما نبقى شيء انه ندير هذه، انا راه مقصد شيء فهميني في كذا. الا كان حوار حوار مستمر راه غادي تكون النتيجه، ما ندوزوش للمرحله الثانيه. هنا الله تعالى يتكلم مع الرجال العقلاء، مع ذوي الالباب، مع الناس اللي عندهم القدره على تسيير الامور وتيسير الامور في نفس الوقت. ماشي هذا سلاح عطاه الله تعالى في يد الرجل انه يدير به اللي بغى، بحال عطينا واحد السلاح ابيض للطفل، فممكن يأذي نفسه هو الاول. فاذا هنا نفهموا الامور. للاسف راه الناس كياخذوا، او الرجال، بعض الرجال تياخذوا مبادئ ديال العلاج اللي هي ربما فيها بعض العقوبه، هو ما دار شيء للمسائل الاولى ديال حسن العشره، وعشيرهن بالمعروف، خيركم خيركم لاهله. اذا غادي تمشي معاه لله بالنصيحه، النصيحه التي ترقق القلب. قول له انا راه هذا الامر تضرني، كونك ما كتبغيش تهضر معايا وكذا وكذا، كنظن هذا الشيء قلتيه بطبيعه الحال، دعميه، قول له الله يهديك، الله ييسر لك، الله يهديك، راه هذا الامر راه تضرك وتضرنا وتضر علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى. ما تيبغي شيء انه يكون تكون مقاطعه فوق ثلاث، كيف ما حدوا العلماء انه ما يقاطعهاش بالكلمه، ما يقاطعهاش بالكلام، يتكلم معها وكل شيء، ولكن في الفراش واحد يعني مده، لانه المراه اللي هي كتكون محبه لزوجها، المراه ما كتتأذى من هذا الامر، ولكن ماشي ينتظر هو حتى يعني فوت واحد الوقت ثلاث ايام او لا كذا، وكترجع المعاشره والممارسه الى عادتها. فما كيبقى شيء يهز هذا العصا وهذا الصوت حتى لواحد المدى طويل، لا 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 لا، لا. هذه حقوق ديال العباد وحقوق ديال الزوجه وديال الازواج اللي ما خصها شيء انها تفوت. ثم لله، اذا بعد الحوار غادي تعتبري بانه شخص ربما عنده مشكل من المشاكل. كاين بعض الاسر، بعض العائلات اللي عندهم عادي ان واحد ما يهضر مع الاخر مده طويله، حتى واحد ما كيستنكر، لا ام لا اب لا اخوه كبار ولا حتى شي واحد ولا من العائله البعاد، ما كيستنكروش علاش فلان ما تيهضرش مع فلانه، علاش في نفس الدار وما كاين شي ديك الابتسامه، او لا ما كاين شي ديك صباح الخير ومساء الخير وشنو بغيتي واحتجتي هذه نصوبها لك، بغيتي هذه نديرها لك، شنو كذا، يسخروا واحد يسخر الاخر، يمتثل واخا يكون هذاك كبير وهذاك الصغير او لا كذا. تكون واحد هذه امور تربينا عليها وخصنا نربي وليداتنا عليها، هذه اساسيه في علاقتنا الانسانيه وفي علاقات الاسريه.
ثم حاجة اللي هي أساسية هو أنه غادي تعتبري نفسك مستقلة، فهو ماشي راجل اللي خصك أنه ماشي كتردعي منه، بمعنى خصك تكوني منفطمة، حقي نوع من الانفطام. هو هكذا تبقى واحد المدة طويلة عاد ترجع، غادي انت ديك الفترة هذيك تشغلي نفسك بأمور كتساعدك مزيان. أنا عارفة بأنه انت بغيتي تغيريه، ولكن راه صعب أنه تغيريه وتبقي انت كتاكلي العصا وكتأدي. حاولي ما امكن انه تعيشي السعاده ديالك في مواطن اخرى، وهو مره هضري معاه، مره تكلمي معاه، وانت ديري شنو هي المبادره عندك فيها اجر اختي، عندك فيها، ولكن ما تأديش. الله يرضي عليك، ما بغيتك شيء تدخلي في واحد الاداء نفسي. قدمي ليه الخير. انا نقول لك، شفتي الشخصيات اللي كيكونوا بحال هكذا، والرجال تيكونوا هكذا، ولا حتى النساء تيكونوا عندهم واحد القسوه عاشوها في الطفوله وعاشوها في ديورهم في الشباب ولا في الطفوله وفي المراهقه، ما تيلقاوش اللي يحنوا عليهم، تيكون ديك الحنان في البيت قليل، بمعنى زعفتي تقلقتي ما بغيتيش تاكل، هلا وكلوا لك بلا ما تاكل، ماشي تيمشيو عنده لا اجي بابا تغدى الله يرضي عليك، لا ومالك هذا، ولا ما تقلقش وما تبقاش دير هكذا، نهضروا كذا وكذا، اجي كل بعدا. فتيخليوه يعني وجوده في الطبله كعدمه، حضر ولا ما حضرش، خليه مزيان يبقى بلا ماكله، ما تيسولو من بعد جاه الجوع ولا ما جاهش شي الجوع، ما تيعطيو شي، وهو مثلا طفل او لا مراهق، ما خصوش يتعامل بهذه القسوه الطفل والمراهق او لا حتى الشاب كبير. اي انسان يكون كبير زعف على الماكله او لا زعف، ما تنخليوهش، حشومه ندورو على الطبله وهو ما كاين شي، حشومه خصنا نمشيو عندو نطلبوه ورغبوه، واخا يكون هو غلط، عرفناه غلط، وعرفناه مثلا انه ما خصوش يدير ديك التصرف، او لا ما خصوش يزعف على الماكله، ولكن تنطيبو بالخاطر ديالو، او لا شنو تنديرو، تنهزو له حقه وتنعطيوه نديوه له عنده، تنهزو هنا كنكسرو، عرفتي شنو كنكسرو، كنكسرو واحد الحاجز ديال الغضب وديال الغيظ اللي تيكون تجاه الاشخاص الاخرين، واللي كيتكون وكيبقى كيتربى حتى كيولي انسان اللي ما تيحملش المجتمع، بمعنى ما تيحملش الناس اللي خدموا معاه، الا داروا معاه شي حاجه يقطعهم، ما تيحملش اي ناس اللي مثلا تعيشوا معاه الزوجه حتى هي كتولي مسكينه كتعذب وتالم من هذه المعامله، لانه هو في دارهم وماماه وكذا وكذا هكذا تعاملوا معاه. ثم حاجه اخرى، انه ما تعلمش انه يعطي، كذلك ما تعلمش انه يعطي، ولكن في الغالب تيكونوا انهم نقص في العاطفه، تيكون عندهم هما نقص في العاطفه، اذا غادي تعطيه القدر اللي كتهدى، وكتكتبي له رسائل، ممكن ترسلي له رسائل في الواتساب، في الفيس، في الرسائل المكتوبه، بانه انت كتشتاقي له، بانه انت محتاجه ليه، وانه ثم حاجه اخرى نقول لك، لاله الله يرضي عليك، شوف اختي، مساله دي انه ما تقدريش تقومي بالواجب ديالك كأم وكأب في نفس الوقت، من قال بانه بالضروره لما يدخل الاب خصو ديك الساعه يلعب مع وليداتو، او لا ما حتى هو جاي شي مشاكل عنده ما مستعد شيء، اذا بالعكس انت غتبيني له بانه الابن ديالو خصو يعطيه واحد الفتره الراحه، اجي ولدي الله يرضي عليك، خلي باباك يرتاح، يحس بك بانه انت كتهزي له الهم، عرفت بانه اهتمامات، وانا هذه امور فاهمها ومدركاها يعني لتمام الادراك، انت بغيتي اصلا باش ما يبقاش يعني خصو يدخل في واحد الحيز ديال انه يهتم بك ويهتم بولده وكذا، حيت مقابل غير صحابه، هو باغي يخرج لواحد العالم اخر تيقلب على راحه، هو انسان غير مستوي تماما نفسانيا، عنده ضغوطات كثيره مؤثره عليه، فهو خصو يتعلم يتخلص من الضغوطات، ممكن انه تعطيه الحق وانت من بعد تهضري مع ولدك بشويه، ولد اصلا تبعدي ولدك على الانفعال، ماشي في مصلحته انه ينفعل عليه بابا، فاذا لاش تعرضيه للانفعال، اجي بابا تاكل وتشرب وكذا، خصك تنعس دابا صافي، لا شاف غير بابا وسلم عليه في المره الاولى كافيه، فهاد السن هذا محتاجك انت لاله، واللهم شفتي حتى الا كان محتاج بابا، اللهم يبعد على بابا ولا يكون مع بابا وكاينه واحد شويه القسوه، خذي حقك انت الاولى عاد شوفي في حق ولادك او حق ولدك، حقك انت باقي ما تركزش 4 سنين، باقي طباع حاضره، فخصها الطباع كتغير بشويه بشويه، ولكن انت لما يدخل يلقاك فرحانه، تلقي شي موسيقى، تلقي شي حويجه، شطحي مع راساتك، ديري شي حويجه، غيبدا هو ينجذب، غيبدا هو يجي عندك، غيبدا على الاقل هو يرتاح، ما يقولش حينس دابا شنو غادي يسميك انت، نكاره، غيسميك انت فيك الملاحظات بزاف فيك، اذا بهذه الطريقه على كل حال، وهو صعب ان تغير الاخر، غيري نفسك انت وخذي نمط، وديري واحد نوع من التجاهل شي شويه، تجاهل حتى يرجع، اللي غتصيفطي له هو انه مساله ديال الله يهديك، الله يرد بك، وراه انا كنت ادم من هذا الشيء، وانا باغا نشتاق نجلس معاك ونضحك معاك ونخرج انا وياك، غيري شي شويه الجو، غيري شي شويه الجو ما استطعتي،
وفرحي انت وطلبي الله عليك بالدعاء كذلك. راه الدعاء يغير القضاء ويغير كثير من الامور. عليك بسوره البقره وسوره الشرح والدعاء في جوف الليل وبين الاذان والاقامه، راه الله تعالى قادر على كل شيء. مرحبا استاذه ديري كنت مع البرنامج القيم. مقترح سيدي محمد، ممكن الله يعطيك السر تاخذ شي مكان اخر اللي ما نسمعوش فيه صوت الريح؟ يعني عندك شي شويه الريح، منطقه تبارك الله ديال فاس عندكم منطقه رائعه فيها هواء طلق ونقي. مرحبا سيدي، انا كنسمعك. الله يجازيك بخير. يعني عندنا واحد النظريه ان ما هو نفسي يؤثر على ما هو عضوي. هذه نظريه علميه لك استاذ. نقولوا انها معطى، ما نقولوا شيء نظريه. على كل حال نعم. انا المقترح اللي عندي هو انك تكوني رائده ديال هذا ان تحول من نظريه علميه الى حقيقه علميه. نتلافى بها البشريه كلها، لانه النظريه العلميه مجرد نظريه قد تكون صحيحه قد تلغى. تماما. وتتطور، يعني النظريات كتغير بتغير البحث العلمي والزمان. تحول النظريه العلميه الى حقيقه علميه، دراسه وتجارب ونتيجه. انا بغيت تكون رائده ديال هذه النظريه دي. النموذج هو بين يدينا استاذه ديالي. هو يعقوب عليه السلام. لا اله الا الله. فاش كان داخل في حزن شديد على الابن ديالو يوسف عليه السلام، يعني لمده تقريبا 26 سنه باش فارقوا واختفى عليه. يعني فقد البصر. من شده الحزن. يعني ذهب له البصر. يعني الايه الكريمه كتقول يا حسرات يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعني شديد الحزن، يعني دخل في واحد الدوامه شديده بزاف. رغم انه نبي ويعني درجه الايمان عاليه ويعني ارقى الايمان ومستوى الايمان واخلاق الايمان وسلوك الايمان الحسن، هذه لم يشفع له انه يعني يصطدم مع القوانين ديال ان غير ما بنفسه، فكان النتيجه هو ان العضو ديالو يعني البصر ديالو شاليه. يعني هذا قانون رب العالمين يعني كيجرى على الجميع. لا يوحى باحد ولا يسميته، يعني اللي اصطدم معه راه مشى فيها. هذا نموذج اللي بين يدينا. فاش غير الحال ديالو من فاش جاته البشرى، من بعد 26 سنه جاته البشرى بان هذاك العزيز ديال مصر هو الابن ديال يوسف هو اللي كيسير الخزائن ديال مصر. يعني فرحه فرحا شديدا، يعني واحد الدرجه ديال الفرحه ما تصورش. الله سبحانه وتعالى ازال له ذاك البياض اللي طلع لي على عينيه مشى. لما جابوا له القميص ديال يوسف. القميص كان غير دليل في واحد الرائحه الطيبه ديال الابن ديالو، لانه القميص الاول من بعد 26 سنه، قبل 26 سنه كان القميص ديال يوسف فيه رائحه الكذوب، يعني جاءوا على قميص بيضان كذب، لكن هذه المره جابوا بالقميص ديال يوسف لكن فيه الرائحه ديال رجل تقي، رجل من المخلصين، رجل من عباد الله من اهل الجنه. في رائحه طيبه زكيه، فكان سبب كذلك باش رجع ليه البصر ديالو. الو؟ كنسمعك سيدي، معاك. يعني هذه الفرحه، هذه الجوج عناصر هذو استطاعوا ان الله سبحانه وتعالى بقدره السميع العليم، احنا النتيجه بين يدينا، لكن باش تغير يعني هذه حقيقه علميه. بالنسبه لنا احنا كمسلمين في كتاب الله راه واحد الحقيقه علميه، لان واقعي نموذج واقعي مره في تاريخ البشريه اعطانا الله عز وجل باش احنا كمسلمين نستفدوا منه. اولا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، هذا القانون هذا جرى على يعقوب عليه السلام، غير ما بنفسه فتغير حاله. يعني يرفض دليل البصر، ما مشى لا عند اطباء نفسيين ولا شي حاجه. ارتفعت معنوياته وغير يعني الفكره هنا، حضور الفكره والمشاعر ديالو. حزن شديد يعني عميق، يعني ولا كيهبرت بيوسف داخل خارج يا اسف على يوسف، يعني كتحسر على يوسف، حتى ان الابناء ديالو ضاروا فيه، قالوا له الواليد راه غادي تخرج على راسك. كتهضر بيوسف، داخل بيوسف، خارج بيوسف، ناعس بيوسف، كتفكر في يوسف. صافي ما فائده به بنا غير الحال ديالو، جاتو البشرى فتغير الوضع ديالو ولا ارتد بصيره، يعني رجع كيشوف. هذا نموذج واقعي، لكن حنا كمسلمين هذا نؤمن به، غير المسلمين الحقيقه العلميه يؤمن بها الجميع وينتفع بها الجميع. حنا اللي بغينا ان يعني تشكل لنا واحد الفريق من الطلبه الباحثين ولا الاطباء النفسيين والاطباء المختصين في الاعضاء، يعني تشكل لنا واحد الدراسه ميدانيه واقعيه وديروا تجارب. فديما مادام انك انت الحمد لله باحثه، استاذه ديالنا باحثه، يعني يكون هذا الموضوع هذا يعني دراسه والتغير من نظريه علميه الى حقيقه علميه ينتفع بها الجميع. وسمح لي يا استاذ على الاتصال. مرحبا. بالعكس سيدي محمد، الله يكرمك. احنا ما احوجنا الى افكار، ما احوجنا الى امور نناقشوها، امور علميه، شيء رائع جدا سيدي محمد. يعني تنحييك كونك انه حريص على مثل هذه الامور، وهو صحيح
صحيح كاين ترابط كبير جدا بين ما هو جسدي وما هو نفسي، وهذه امور اللي هي مثبته علميا، وتنعرفوا انه كاين اعراض نفس جسميه، اعراض اللي هي كتكون ظاهره على الجسد لكن الاصل ديالها هو نفسي، المشاكل النفسيه والقلق والتوتر والاكتئاب وغيره وغيره، فهي مؤثره على صحه الانسان الجسديه. تلقاو مثلا مرض او لا مشكل الجلد ديال الصدفيه البسورياسيس تيظهر على جلد الانسان، لكن شنو المصدر ديالو؟ شنو الاصل؟ هو واحد الاختلال في التوازن النفسي وقع الانسان، فتيكون رد الفعل جسدي وتظهر امور ليكزيما، حتى هي نفس الامر، تكون عندها اسباب اللي هي اسباب ديال الملامسه، وكاينه اسباب اللي هي اسباب نفسيه. فاذا كاين تلاقح، كاين تلاقح وما كاينش فصل اطلاقا، ما كاينش فصل ما بين ما هو جسدي وما هو نفسي. النفس مؤثره في الجسد والجسد مؤثر في النفس، فهي علاقه تلازميه. اذا هذه العلاقه التلازميه اللي بيناتهم خصنا نعرفوها وندركوها مزيان، ونشوفوا بانه دائما ما وراء ديك القوقعه اللي كتبان لينا ديال الانسان اللي هو الجسم، راه كاينه واحد الروح لداخل، وكاينه واحد النفس لداخل، هي اللي خلات امراض مثلا جسديه تظهر، هي اللي خلات امراض جسديه. اذا نرحموا نفوسنا ونرحموا بعضياتنا، يعني اعراض بسيكوسوماتيك كتكون اعراض جسديه نفسيه، فنرحموا نفوسنا، نرحموها، نرحموا بعضياتنا. هذه امور اللي احنا محتاجينها، نعملوا الاخلاق ديالنا باش انه كل واحد، كل انسان يكون مرتاح. مبادئنا الحمد لله المغربيه، مبادئنا الانسانيه، مبادئنا الدينيه الاصيله، كلها كتصب في هذا الميدان هذا وفي هذا المجال هذا، ديال انه خاصنا نتعاملوا بالاخلاق. علاش كنتعاملوا بالاخلاق؟ باش ما ناذيوش الشخص الاخر، وباش ان نفرحوا الشخص الاخر. حنا عندنا في المبدا الديني ديالنا ماشي غير خصنا ما ناذيوش، لا خصك تفرح، دير واحد القيمه مضافه، تصدق باش تفرح فلان، تقول له كلمه طيبه باش ينشط ويفرح، تشوفي شوفه زوينه باش يطلع له يعني هرمون السعاده، تقدم له هديه باش تزيد المحبه بيناتكم، وباش حتى هو يسعد ويفرح وينشط ويكون سعيد. شوف سبحان الله كيفاش ربي عز وجل تيهيئ لينا اسباب السعاده، ولكن حنا ما نعرفوش نطرقوها، وتنبخلوا على نفوسنا بها، وكنبخلوا على بعضياتنا بها. وحنا للاسف عندنا انه راه اللي سيعطي واللي سياخذ رابحين بجوجهم، بجوجهم. داك اللي تيعطي هذيك السعاده للاخر رابح، ورابح بزاف. علاش رابح بزاف؟ حيت اشتي قلنا النبي عليه الصلاه والسلام، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أحب الأعمال عباد الله. ما قال شي ركعتين في جوف الليل، ما قال شي تلبس واحد لباس معين، ما قال شي أنه تخدم واحد الخدمة مزيانة واحد الشكل، ما قال شي سرور. هذا الشكل شيء وقيمة عامة، أي حاجة كتدخل بها السرور والفرحة القلب شي واحد، راه كتكون درتي واحد العمل عظيم اللي الله تعالى ما تنسهلكش، والله تعالى لا يضيع اجر من احسن عمله، بمعنى ان تجازيك عليه الجزاء الاوفى في الدنيا وفي الاخره، وتهيئ لك ربي سبحانه وتعالى حتى انت اسباب الفرح والسعاده والصحه. فاذا هذه الامور المتعلقه بما هو نفسي وما هو جسدي، لما الانسان تيطعم الجسم ديالو، لما تياخذ مال الدواء ما طاب من الطعام، راه ماشي تيخدم غير الجسم ديالو باش يكون قوي، راه حتى النفس كتاخذ من هذه الامور، راه نفوسنا وراحتنا النفسية كتاخذ من الأجساد ديالنا. إلا نقصك فيتامين من الفيتامينات، وكانت التغذية ديالك غير سليمة، غتولي عندك اكتئاب، نقصك لا فيتامين دي يحصل لك اكتئاب، غادي ممكن تصاب بسرطان الثدي، غادي ممكن أنه تحس بأنه كاين خلل عندك في العظام، أنه ما كيترسخش الكالسيوم في العظام ديالك، كاين بزاف الأمور. عندك نقص لا فيتامين بي 12، بي 12، غادي تحس بأنه عندك كذلك قلق، وعندك خوف شديد. الناس اللي عندهم حالات الهلع والرعب راه خصهم يردوا البال من لا فيتامين بي 12، بي 12 خاصها ما تكونش ناقصه، لا فيتامين بي 6 حتى هي، باء 6، مجموعه المركبات ديال الباء 6 هي مفيده جدا للجهاز العصبي، مفيده جدا. فبالتالي كتلقى انسان حزين ومخوبش ومقلق، هو راه عنده مشكل، راه هو مشكل نفسي تيبان ظاهر، لكن راه كاين مشكل جسدي، كاين قلة فيتامينات أو تغذية غير سليمة. حنا تنقولو هنا التغذية السليمة ماشي هي الكم تاكل بزاف أو لا غير، لا تاكل تغذية نوعية،
نوعيه وتعرف اشنو كتاكل وتغدى وتفطر كيف سيقولوا فطور الملوك وتغدى غداء الامراء وتعشى عشاء الفقراء، وكتحاول انه التغذيه ديالك تكون متنوعه وتكون محتويه على التمر، محتويه على التمر، التمر اللي تيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع اهله. اذا شوف هنا جبنا الامر من الجسد اعطاه للنفس، او ممكن يكون العكس، ممكن يكون العكس. فالعكس شنو هو؟ هو انه تيكون الانسان في نفسيته ربما ما ظهرش عليه، ما ظهرش عليه مشاكل، لكن شكون اللي كيورينا انه عنده مشاكل نفسيه؟ الجسم ديالو، الجسم مشاكل في القولون العصبي، مشاكل في الحلق، الغده الدرقيه، صداع في الراس، الام العظام كذا. هو راه المشكل ديالو انه مقلق، انه كاين افكار شغله له باله ما مرتاحش فيها، انه شي حوايج يبان له ما حققهاش وما عارفش كيفاش يحققها، انه ما مرتاحش في تواصله مع الناس، انه تيفكر فلان اداني وفلان قال لي وفلان فعل لي، ولا في المستقبل، ولا في الرزق، ولا في الفلوس، ولا وكتظهر عليه الامراض الجسميه، الامراض الجسميه، وكيتالم وكيتالم. هو لا يكذب، راه حقيقه تيحس بديك الامور، ولكن خصو يعاود يشوف هذيك المصدر ديالها اللي هو مسائل نفسيه، ويمشي يتعالج نفسانيا، ويحاول انه ناس دو تقدموا الخير لبعضياتكم الله يكرمكم. راه رب كلمه كتغير واحد النفسيه اللي كانت غتهلك، واحد الجسم اللي كان غيتهلك، والله تعالى كيقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. تعلموا انكم تحيوا بعضياتكم، ماشي تحيوا غير تعطيه جغيمه الماء وطريفه الخبز وخلاص وصافي باش يكون، لا، الحياه ماشي هو الوجود، الحياه ومن احياها هي لها سبل الحياه، العيش الكريم، العيش السليم، الراحه النفسيه، الى غير ذلك. صلى الله تعالى انه يوفقنا الخير.